اللي سواه جمهور الهلال قبل بداية المباراة أمر غير طبيعي. أمر غير طبيعي. صحيح. الهزة والربكة اللي عملها الجماعة بوهانك يا جماعة الخير بوهانك ستيلرز لعيبته سنتر ما عرفوا يسنترون. هذا ما عرفوا يلعبوا الكرة. هدف ناصر أسرع رصاصة رحمة في التاريخ. يا جماعة الخير الهدف وهدف ناصر الدوسري لسوء حظ بوهانك ستيلرز إن الهدف أتى بهذه الطريقة بتسديدة تشعر أن جماهير الهلال شفطوا الكرة في مرمى بوهانك ستيلرز. فبعد هذا الهدف لا تقول لي بوهانك ستيلرز يطلع قوي ولا يطلع ضعيف. شوف إذا فنية بتكلم هذا الهدف خلى بوهانج يتحرر من طريقته الدفاعية. طلع من المباراة. لحظة هذه صار في مساحات. ليش تألق اليوم ماريجا؟ خذ حصل مساحات. لأن لاعب مساحات. ولا وعلى فكرة. اليوم شوف الهدف مساحات أمامه. تألق ماريجا. على فكرة اليوم القوة الزرقاء ترى على فكرة مع سكرين قبل المباراة. ترى فكرة يعني تتكلم عن ناس كانوا قبلها بأسبوعين يسوون البروفات هذه. أيوة. اللي قاعدين يشتغلوا عليها هذه. لا يمكن هذا العمل مش البروفة حتى طريقة التسجيل. لا البروفات اللي قاعدين نشوف العمل الجماعي هذا. أي. التنظيم هذا مش بس تعالوا يا شباب وسووا كذا. هذا لهم أسبوعين منظمين باللبس. لأنه مستحيل يكون صدفة. لا مستحيل حامد يا غالي. فالتأثير اللي شفته اليوم يا أخوي حامد وشافوه الناس في التلفزيون ترى هذا مو بعمل يوم ولا يومين ولا تعالوا يا شباب ترى عندنا كذا. هذا عمل احترافي ويقودها رئيس الرابطة شو اسمه محمد ال على أيا كان اسمه أفضل من المدربين رئيس رابطة الهلال ترد على حق ثامس ما تقدر محمد عفيفي رئيس رابطة الهلال اللي فعلا يعني قام بعمل احترافي عمل جبار صراحة. وعلى فكرة اليوم لاحظ حمد اليوم في المباراة الهلال سجل جول الفريق الكوري مسك المباراة وكان خطر ممكن يوصل صح ولا لا ولكن في أحيانا في يد المدرب أوراق ممكن خطة ممكن لاعب ممكن لكن في المدرج تأثير قوي على الفريق الثاني الفريق أصلاً الكوري أصلاً في حاجة صارت اليوم ترى ما حد يعرفها لقاء مع مدافع الفريق الأسترالي وش قال بعد المباراة قال إن حنا واجهنا يعني ما حتى ما قدرنا نتكلم مع بعض داخل الملعب ما قدرنا شعرت نسمع. في 60 رجل يطلبون دمنا 60 نعم يشعر بأن فيه ناس في الملعب دمنا. فعلا يعني الروح اللي شاهده في المدرج هي اللي انعكست على في حاجة كانت بتصير اليوم ترى بس النظام منعها فازت اليوم مع الهلال في حاجة كانت بتصير اليوم بس النظام منعها ترى كان في فكرة إن فريق الهلال ما يحضر القوة الزرقاء بس تحضر تجيب البطولة ترجع بس النظام قال لازم فريق يجي